السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم جديد في قصر الفخامة، ولكم مني كل احترام والتقدير. حلقة أخرى رائعة على العطور الرائعة كما العادة، عطور مبهرجة، عطور رائعة في قصر الفخامة. اللي أول مرة غيشوف المحل في الدار البيضاء، عين الشوق، شارع مقالة، أنفاس مع السوق ياسمينة 5. ومرحبا بالجميع. بالنسبه للتوصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم، والدفع عند تسليم حتى كتوصلك لا كومون عاد باش كتخلص. فيديو رائع وثاني على اثمنه ديال العطور، وكما قلت لكم يعني دائما الحمد لله اثمنه رائعه وفيديوهات رائعه وكنستمتعوا. ومرحبا دائما في قصر الفخامه والعائله ديال قصر الفخامه، راه غاده وكتكبر، وهذا من فضل الله عز وجل. غادي نبداو بالعطور الرائعه. انا الابيض الحمراء، انا الابيض الحمراء. النساء اللي سولوني عليها هاد الايام بزاف هي وبودري، كاينه حاليا عطر يعني مناسب لهاد الاجواء هادو، الاجواء البارده، عطر رائع، الثمن ديالو 130 درهم. جورج دي بروفومو حتى هو متوفر حاليا، الثمن 130 درهم. خمره قهوه من العطور الرائعه اللي كيقلب على اداء جبار، اداء صاروخ، اداء مزلزل. فخمرة قهوة من العطور الرائعة اللي كتعطيك الأداء اللي بغيتي. الثمن ديال خمرة قهوة 270 درهم. أنا الأبيض بودري وفرتها حتى هي حاليا 130 درهم، ثمن جد مناسب. هارت نايل البديل الرائع البارفوم دي ماردلي هالطان، ثمن حتى هو فيها رائع 150 درهم. ماتغ دوبلو على خط شانيل بلو دو شانيل 130 درهم. عطر القناص الرائع متوفر اللي كيبغي العطور اللي على خط فيرزاتشي دايلان بلو، فالعطر رائع، ثمن 130 درهم. انا الابيض من لطافة ايضا، يعني انا الابيض راه عندنا دابا بثلاثة، يعني البودري وانا الابيض البيضاء وأنا الأبيض الحمراء، حتى هي 130 درهم. أتمنى كما قلت لكم رائعة. يور تشارج فورمان رسالات ليا، يعني الإخوة اللي سولوني عليها فاش قلت لهم رسالات، حاليا راه عاوت وفرت لكم يور تشارج بثمن جد مناسب في قصر الفخامة 130 درهم. يور تشارج 130 درهم. جورج دي بروفوم، جورج دي بروفومو اكوا، راه كما ذكرت لكم يعني هذا كاين فرق ما بين الاخ ديالو جورج دي اكوا، يعني بزاف ما انتبهوش لهذه النقطه هذه ديال جورج دي اكوا، يعني هاد دي بروفومو ما تزادتش غير هكا، تزادت تبدلات الريحه، يعني اكوا دي جيو او دو بارفان، والاخرى اكوا دي جيو بوروم، يعني الاولى، يعني كاين فرق في الرائحه ملي كتميز كاين فرق، ولكن في الاداء، في الاداء ديال دي بروفومو قوى من جورج دي اكوا، ثمن 130 درهم، ثمن 130 درهم. نوبل العطر الرائع، راه كما كنقول لكم يعني الحمد لله في قصر الفخامه، يعني اخواني كيطلبوني على شي عطور اولا كيطلبوا مني شي عطور كنحاول نوفرها ليهم. نوبل راه ما دخلش من العطور اللي ما دخلاش، يعني ولكن حاولت نوفر فيه الحمد لله واحد الكميه اللي هي قليله ماشي بزاف. نوبل راه ما فيش بزاف، البديل الرائع روزاندو ماتيو 5 باداء رائع، العشاق الفانيليا مع يعني فانيليا بخوريه كتحس مع عنبر، فالعطر رائع باداء ممتاز. النوبل كان 180 درهم، دابا كما قلت لكم راه ما كاينش يعني غير توجدتو النوبل 200 درهم وكميه فيه قليله، يعني الاخوه بحال اللي وقع في ايموغتال، ايموغتال فاش قلت ان الكميه فيه قليله انا ما كنهضرش على خوتي، يعني كاين قال لي باغي غير يبيع، كاين اللي باغي غير يعني ايموغتال، قبل ما ننزل هذاك الفيديو، قبل ما ننزل هذاك الفيديو يعني غير هذه معلومه نشاركها معكم، حيت كاين دابا اللي ما كيعرفنيش او ما كيعرفش او لا كيعرف وما كيبغيش يعرف، يعني النوبل راه تقريبا تباعت شي 30 حبه، شي 30 بياسه قبل ما نحط الفيديو عفوا في ايموغتال، يعني قبل ما نحط الفيديو، يعني ماشي بالضروري تنبين الكميه باش نبين راه عندي السلعه، يعني كل واحد وكيفاش كيخدم، يعني ايموغتال فاش قلت راه قليله، راه قليله، يعني ايموغتال قليله،
يعني انا لما كنحاول دائما يعني هذا السن اللي كتعرفوا يعني كي عندي كميه كبيره كي ما عنديش كميه كبيره دائما كندير بحال هكا هذه الخدمه هذه. والسيل ديال ابو معاويه راه معروف كما كتعرفوا يعني السيل ديال ابو معاويه راكم عارفين لا من هضرتي لا من يعني كل شيء والله لك الحمد. حتى النبول راه غنقول لكم هذه الهضره عليه النبول حتى هو راه قليل يعني ما فيش كميه كبيره. المغتار راه غنحاول نعاود نشوف غير المهم هو في السوق راه كما قلت لكم تفرق على المغرب كامل اللي خدا شي حاجه خداها. وانا راه فاش ديك الساعه تباعت قلت لكم قبل ما نحط الفيديو تباعت 30 بياسه. يعني علاش قلت لكم انايا ماشي خاصني غير تجي السلعه كنوري يعني حتى كنراجع ونعرف اش غادي نقول. والحمد لله هذه هي الهوايه ديالي. ومن بعد يعني راه عاود شريتها غير عند الاخوه يعني عند الاصدقاء ديالنا. وخا الامور هذه هي لا داعي ليها ولكن كنبغي نشارك مع خوتي كل شيء. يعني هذا كتحيد لي واحد خمسة البياسات هذا السد باش عاود تجمع عاوتاني واحد الكميه ديالك باش عاوتاني تلبي الطلبات ديال الاخوه ديالك واللهم لك الحمد. ولدرجه راه حتى بعض الاخوه اللي عارفين اللي كومونداو يعني كاين اللي بغى ثلاثه كاين اللي بغى اربعه من ايموتيل راه ما بعتوش ليهم. انا راه يعني ماشي غير كنبيع ونشري راه كاين اللي ديك الساعه بغاها كامله ياخذها ولكن كنبغي كل باش كلنا نستافدوا يعني وحده 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 لواحد باش كلشي يستافد. لو بغيت نبيع راه غنبيعها كامله يعني غتبيع لهذا هذا بغى اربعه هذا بغى خمسه راه هذا بغى ثلاثه ولكن كتحاول باش. والاخوه اللي تواصلوا معايا وبغاو كميات منها راه كيسمعوا غيعرفوني اشنو يعني واش كنكذب ولا كنقول هذا الشيء هذا بصح. والحمد لله يعني راه الثقه بيناتنا غير اللي ما كيعرفنيش كما هاد الهضره فاش كنوجد شي كلام بحال هكا غير اللي كيكون ما كيعرفنيش اولا كيعرفني وكيتخبى. بالنسبه النجديه ثمن 130 درهم يعني من العطور الرائعه اللي كتقلد انفيكتيس يعني على الخط ديال انفيكتيس ولكن رايي كتبقى حياتي من افضل العطور اللي قلدت انفيكتيس اكو. بالنسبه لحياتي حاليا 150 درهم نوبل راه قلت لكم الثمن 200 درهم بروهيبيت انتنس 120 درهم. هذا العطر عجبني حتى هو بالنسبه للنساء. بالنسبه للنساء الاخوات ديالي الا شفتوني عطور النساء ما بقيتش كنهتم بها بزاف يعني صراحه باش تكون معكم صريح راه العطور اللي كنشوف يعني عطور النساء انا رايي وانتم عندكم راي يعني راه ما متقوناش يعني كتبان لي يعني فيها اخطاء كبيره ما كتعجبنيش وانتم كما عارفين كنبيع شي حاجه اللي كتعجبني. واخا غتقول لي لا راه واخا كتعجب الناس المهم ما عنديش مشكله انا راه غتلقاوها في بلاصه اخرى كتباع ولكن انا يعني اذا جبت لكم شي حاجه غنجيب لكم شي حاجه اللي نقيه يعني ماشي اي حاجه غادي نجيبها. ركزوا على هذه النقطه راه كنجيب لكم شي حاجه اللي نقيه يعني السوق راه فيه بزاف ديال الشركات وبزاف ديال العطور ولكن راه ما كنجيبش لكم اي حاجه. هذا عطر رائع يعني عجبني اللي كيبغي الزهور اللي كتبغي الزهور البيضاء عطر لانتيغديش بروهيبيت انتنس من فراغرونس وورد 120 درهم عطر رائع ونقي. بالنسبه لدليله الاخوات بزاف قال لك ابو معاوية جيب لينا دليله وفرش عليكم يعني عطر دليله عنده جمهور ديالو كبير ثمن دليله حتى هي 120 درهم. ايديال انتنس هذا عطر رائع صراحه من البدائل الرائعه لايدول بايلانكوم انتنس حاليا 120 درهم. ناريسا فور هير حتى هو يعني عطر رائع ثمن 120 درهم. كما قلت لكم كنحاول اللي هي كتعجبني راه كنحاول نجيبها لكم جيبيلون نوار يعني ماشي كتعجبني يعني اللي كتبان لي فيها يعني على حساب الخبره ديالي الصغيره والقليله والمتواضعه كنحاول نقتني او نعزل هذوك النخبه ديال العطور من هذاك الفياج ديال العطور اللي كيدخل. جيبيلون نوار 120 درهم. البديل الرائع الفيرزاتشي كريستال نوار 120 درهم. كونديتشونايت عطر رائع هذا كونديتشونايت صراحه كيعجبني لا هو لا سكوندي حتى هو الثمن ديالو يعني ديك الاخوات اللي كيبغيو عطور يعني سكري حلوه نقيه فهاد العطر هذا رائع. ثمن كونديتشونايت راه كاين فرق ما بين كوندي العاديه وتشونايت 150 درهم. بيلا حتى هو من العطور الرائعه اللي جات لينا الشركه ديال الهمبرا ثمن حاليا بيلا 180 درهم. وغنمشيو لهذا العطر الرائع بركات ساتان عود البديل الرائع العود ساتان مود فرانشيس كارداشيان
يعني ورود ليس بالورد الدمشقي القوي، مع عود يعني مغموس بشكل انير وكريمي، يعني من العطور اللي كيجيب الاطراءات، وعطر رائع مناسب للاجواء الشتويه. عطر هو للجنسين، ممكن يلبسه النساء وممكن يلبسه الرجال. فالعطر رائع، عود ساتان مود، عفوا بركات ساتان عود، يعني من العطور الرائعه، والثمن ديالو 130 درهم. كوكتيل انتنس، كوكتيل انتنس رسالات ليا الاخوه اللي سولوني عليها بزاف، راه قليله يعني، راه كما كنقول لكم اللي ما كنفتحهاش راه كتكون قليله. الثمن ديال كوكتيل انتنس 150 درهم. النشامه الجولد وكابريس حتى هما متوفرين حاليا، ثمن 220 درهم، راه بلاتها شويه في السوق. اخوان واخواتي كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك، ما تنساوش اللايك. وراه يعني اللي في استطاعتنا الحمد لله راه كنديروها، لا في الاثمنه لا في الشرح، لا الحمد لله حتى في عرض العطور، يعني كنحاول نقرب لكم العطور ونشارك معكم في افضل حاله. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمه الله.